السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم، عذرا اليوم الاثنين 17/10/2022 وانتهاء الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. اليوم متابعين الكرام، فياريال فزت على أوساسونا 2-0، أحرز الهدفين أرنوت جرونفيلد في الدقيقة 42 وضربة جزاء أيضا لنفس اللاعب في الدقيقة 52. بالنسبة للمباريات السابقة في هذه الجولة، الجولة بدأت يوم الجمعة 14/10/2022 رايو فاليكانو تعادلت أمام ختافي 0-0. يوم السبت 15/10 جيرونا تعادلت أمام قادش 1-1. فالنسيا تعادلت أمام إليتش 2-2. مايوركا خسرت من إشبيليا 0-1. أتلتيك بلباو خسرت من أتلتيكو مدريد 0-1. يوم الأحد 16/10 سيلتا فيجو خسرت من ريال سوسيداد 1-2. ريال مدريد فازت على برشلونة في الكلاسيكو 3-1. إسبانيول فازت على بلد الوليد 1-0، وريال بيتيس فازت على ألميريا 3-1. وما اتكلمتش عن المباراتين دول امس، زي ما قلت لك اسبانيول فازت بهدف، ولحظه واحده، ريال بيتيس فازت 3-1، احرز هدف ريال بيتيس ويليام كارفاليو في الدقيقه 23، وبرخه في الدقيقه 66، وويليام كارفاليو في الدقيقه 71. اما هدف الماريا عن طريق توري في الدقيقه 52. متابعين الكرام، اما هدف اسبانيول اللي فازت بيه على ولاد الوليد احرزه خوسيلو في الدقيقه 78. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. الجوله الجديده هتبدا غدا باذن الله تعالى، عندنا دبل ويك في هذا الاسبوع. متابعين الكرام، متصدر ريال مدريد المركز الاول ب 25 نقطة، برشلونة في المركز الثاني ب 22 نقطة، اتلتيكو مدريد المركز الثالث ب 19 نقطة، ريال بيتيس المركز الرابع 19 نقطة، ريال سوسيداد المركز الخامس 19 نقطة، اتلتيك بلباو المركز السادس 17 نقطة، فياريال المركز السابع 15 نقطة، فالنسيا المركز الثامن 14 نقطة، اوساسونا المركز التاسع 13 نقطة، رايو فاليكانو المركز العاشر 11 نقطة، سيلتا فيجو المركز 11 10 نقاط، مايوركا المركز 12 9 نقاط، اسبانيول المركز 13 9 نقاط، اشبيليا المركز 14 9 نقاط، جيرونا المركز 15 8 نقاط، ختافي المركز 16 8 نقاط، بلد الوليد المركز 17 8 نقاط، الميريا المركز 18 7 نقاط، قادش المركز 19 6 نقاط، اليتشي المركز 20 والاخير بثلاث نقاط. بالنسبه لترتيب الهدافين، طبعا يا جماعه الف الف مبروك لابو ابراهيم كريم بنزيما، احرز او مش احرز بقى ومسجلش هدف، هو يعني حصل على الكرة الذهبية لهذا العام. الف الف مبروك، تستحقها يا ابو ابراهيم، وان كنت اتمنى ان ابن بلدي محمد صلاح، ولكن الراجل كريم بنزيما بصراحة عمل شغل عالي قوي السنة اللي فاتت ولسه مستمر في الشغل العالي السنة دي. روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المركز الاول متصدر الهدفين بتسعة اهداف، المركز الثاني بورخا لاعب ريال بيتيس 7 اهداف، وخوسيلو لاعب اسبانيول، المركز الثالث ياغوس باس لاعب سيلتا فيجو سجل 6 اهداف، والمركز الرابع برايس مينديز لاعب ريال سوسيداد 5 اهداف، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد، والمركز الخامس 4 اهداف، الفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد، وفادريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، وابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ورودريغو لاعب ريال مدريد، وفيدات موريكي لاعب مايوركا. متابعين الكرام، بالنسبه لمتصدر صناعه الاهداف، المركز الاول ميكل مورينو لاعب ريال سوسيداد صنع 4 اهداف، المركز الثاني انسو فاتي لاعب برشلونه صنع 3 اهداف، ودافيد الابا لاعب ريال مدريد، وجواو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد، واللي كان غائن لاعب مايوركا، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه، وبالدي مارتينيز لاعب برشلونه، وجيرامون لاعب فالنسيا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لاعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.